نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان، ويأتي ذلك تطبيقا للسياسة الحديثة للوزارة والتي يعد إحياء المناسبات الدينية أبرز محاورها. تحرص وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تطبيقاً للمفهوم الإنساني في السياسة العقابية الحديثة، حيث نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان. شهدت الاحتفالية ندوات دينية بحضور عدد من شيوخ الأزهر للحديث حول دروس الهجرة النبوية ونتائجها والاستفادة منها، وهو ما يرسخ لدى النزلاء قيماً دينية أساسها الاعتدال، حيث تقام الندوات الدينية بصورة منتظمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. معنى الصلاة من الله على النبي رحمته به ورحماته التي تتنزل عليه ورحماته التي تفيض من خلال حضرته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تستغفر له الملائكة وهو المغفور له كل شيء. فقال له لا تحزن إن الله معنا. ليه قال له إن الله معنا؟ قال لك لأن الله لا تدركه الأبصار، ومن كان في معية الله فهو أيضا لا تدركه الأبصار. احنا بنشكر وزارة الداخلية، بنشكر قطاع الحماية المجتمعية على هذا الدور، وبنقول لهم استمروا في بناء الإنسان لحياة أفضل. وترفع هذه الندوات الدينية الوعي الديني والثقافي لدى النزلاء، فهي فرصة لفتح باب الاستفسار والنقاش أمامهم لمعرفة أمور دينهم ودنياهم، حتى يعودوا إلى مجتمعهم محصنين لبداية حياة جديدة. نسأل الشيوخ في تعليمات دينية لنا في الصلاة، في القرآن، تعلمنا حاجات ياما من الشيوخ. لما جينا هنا مركز التأهيل شفنا حاجات مختلفة عن اللي كنا بنشوفها، يعني نظام تمام، نوم في مواعيد، الواحد برضو تعلم أشياء كتيرة بصراحة. يعني هنا مهتمين بالجانب الديني والثقافي والتعليم، وإن هم يطلعونا إن إحنا نكون في أحسن حال، سواء مهنياً أو تعليم، إن إحنا تعلمنا كويس وخدنا شهادات. تضمنت الاحتفالية استعراض لمواهب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الإنشاد الديني، حيث يحرص قطاع الحماية المجتمعية على إصقال مهارات النزلاء الفنية من خلال برامج متطورة يشرف عليها خبراء ومختصون، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور. نزل عليك قرآن الله، عساك إله علام الله. الجميل إن هم بيعرضوا أو بيطلعوا لنا في سوق جديد وجميل ومميز، وهو رعاية مواهب هؤلاء، ونحن قاعدين مستمتعين باللي بيتلو القرآن الكريم، الكورال اللي كان بيغني، المطربين اللي منهم أصحاب المواهب والأصوات الطيبة، وهم حاسين بآدميتهم. أنت بتحترم آدميتهم رغم وقوعهم في بعض الأخطاء. بشكر قطاع الحماية المجتمعية اللي تملك تهتم بينا وبتخلينا نطلع المواهب بتاعتنا اللي عندنا. صلاة الله قدسي سناها من المولى على المختار طه. صلاة الله قدسي. إحياء المناسبات الدينية في مراكز الإصلاح والتأهيل وجه من أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم للنزلاء ضمن منظومة متكاملة من الإصلاح والتأهيل المطبقة داخلها. ندوات دينية وثقافية وحفلات ترفيهية تقام لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بصورة منتظمة تسهم في الارتقاء بقدراتهم الثقافية والفكرية، إضافة إلى أنها فرصة لعرض مواهب النزلاء التي يتم إصقالها داخل هذه المراكز. من مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.